البرمجه دي لسه بقى لسه برمجنا التجهيز للبرمجه. بص بقى هنبدا نستخدم بقى ننادي عليهم بمعنى صح. دلوقتي قبل ما نستخدم عايزين نعمل زراير بانر تجميل شويه تجميل لمين؟ للشاشه. خلاص برنامج اسمه سوسينج جلاند. البرنامج ده بيعمل بانرات جاهزه وبيعمل زراير جاهزه فلاش. خلاص بيعمل بانرات جاهزه وايه وزراير جاهزه. البرنامج ده سطبته اهو، هتسطبه من هنا وتدخل السيريال نمبر وانت بتسطب. حلو، هتاخده مني دلوقتي، هنروح فاتحينه سوسينج اهو اهو. قال لك انت عايز تعمل البوم صور ولا عايز تعمل بانر ولا زراير ولا اجيب لك صفحه بيضاء وانت تصمم من اول وجديد. طبعا احنا مش كورس مالتي ميديا ولا مشروعك مالتي ميديا عشان تصمم من جديد، احنا عايزين حاجه جاهزه تعدل فيها نيكست نيكست خلصت، عشان ده مش اساسنا، احنا واخدين ده عشان تجميل لايه؟ لشغلنا زينه بمعنى اصح. خلاص طبعا احنا عايزين اول حاجه بانر. قال لك دوس اوكي. قال لك انا عندي اول شكل بانر اهو، تاني شكل اهو، تالت شكل اهو، رابع شكل اهو. دي شويه اشكال ايه لبانرات زي ما انت شايف كده، تمام. طبعا انت سيادتك لما تختار شكل اختار شكل كلاسيك، طبعا الشكل ده كويس. نيكست. خلاص قال لك انت عايز تعمل كاستمايز يعني تظبط الباك جراوند على مزاجك، الكلام على مزاجك. قال له طبعا. نيكست. قال لي اول حاجه الصوره عايز تغيرها اللي هي كانت الزرقاء اللي ورا دي، لا سيبها. طب ماشي، العرض كام؟ 486 في 60. العرض ده نتحكم فيه بس اما اقول لك اما نعملها. نيكست. قال لي الكلمه اللي كانت مكتوبه لا اتحرك هي تتغير. كاستمر اعتقد ما بيدعمش العربي. داتا سكرين مش عارف بيدعم، هنشوف هنجرب. نيكست. قال لي الكلمه الثانيه اللي بتظهر ما هم يتحركوا بيتحركوا. خلاص يعني ممكن دي نقولها نقول احنا محل كمبيوتر كمبيوتر شوب زي موبايل شوب كده. طيب مالك مستغرب ليه؟ نيكست. اللوجو، اللوجو اللي هو كان على الشمال ده في لوجو كده كان زي. عايز تغيره غيره ماشي. نيكست. لينك تو يعني هتوديك لصفحه، قول له لا احنا عايزين بانر على طول، يعني لما ادوس على البانر يوديك لحته ثانيه. انا مش عايز ده، هو بانر بس. فينش. نيكست فينش. اعمل ران كمبيوتر شوب اهي. كاستمر داتا سكرين ده اللوجو، ده اللوجو كاستمر داتا سكرين. خلاص خلصت. قول له ماشي. فايل امبورت او اكسبورت على اس دبليو اف اهي، وتروح مثلا خليها جوه المشروع بتاعنا. فين كورس سيلز فلاش؟ وهنا يا رايق كاستمر سيف اهو اهي، اتسيفت اهي فلاش اهو. سميتها انا كاستمر. حلو، هتعمل لكل شاشه بره وتسميها باسمها بالبرنامج الهفأ ده. خلاص ماوز بس بكل الشاشه بانر بالبرنامج اللي انت شايفه ده، برنامج تافه جدا. حلو، عايزين بقى الفكره ندخل الفلاش ده على البرنامج بتاعنا صح ولا غلط؟ قال لي ماشي. ادي البرنامج ده بيعمل كده. بص هنا في ادي افكت، بص طرق ده بغير الطريقه. اه شايف ايه؟ ما انا مش عايز ضياع وقت في الكلام ده، عشان كده جايب برنامج تافه. ايوه انا عايز مش عايز برنامج يعني. بص اهو ادي فايل نيو اهو فروم تمبلت بانر سي بانر اهو. هتختار مثلا ده، هتختار ده. نيكست. نيكست. العرض والطول هنتحكم فيهم بس لما نيجي ننزل على الفورم. الكلمه اللي هتتكتب العرض والطول انا هقول لك هتتحكم فيهم ازاي. الشكل
الكلمة التانية اللي بتظهر بعد كده، الكلمة التالتة، ده في 3 كلمات اهو، الكلمة الرابعة في 4 كلمات، في مش هنقول لينك، نيكست، فينش، اهو ادي ال4 كلمات حطيتهم اهو، ادي الكلمة الأولى، الكلمة التانية، الكلمة التالتة والرابعة تحت بعض اهي. انت الأول تعمل ران وتشوف الكلمات بتتعرض ازاي، عشان تشوف الكلمات اللي تحطها عايز انواع تعرض، انواع تعرض، بس طبعا ده يزغلل العين، ده خلي بالكم، اعمل حاجه ما تضايقش الدكاتره منكم، يعني اللي انا اخترته يعني كلاسيك حلو خلاص. عايز تغير البانر اللي ورا غيره، الصوره اللي ورا اهي شايفينها، شايفين الصوره اهي اللون الاخضر دي، ارميها اهي، ديليت اهي، وهات صوره تعجبك، ودي صوره تانية اهي، شايف دي الصوره اللي هي المربعات شايفينها اهي، غير براحتك، واللون التكست اهو غير فيه، فاهمني؟ فالمهم انا مش عايز ضيع وقت فيه، ده اللي يهمني. خلصت، اللي يهمنا بقى دلوقتي ايه؟ عايزين نحطها هنا على الشاشه. معايا يا مهند؟ عايزين نحطها هنا على الشاشه. قال لك ماشي، تعالى بس ايه؟ نسيب مكان للبانر. هسيب لي الحته دي. قال لي الاداه المسؤوله عن انك تحط فلاش، شوك ويف فلاش، شوك ويف فلاش مش موجودة هنا، مش موجودة شوك ويف فلاش مش موجودة. طب الحل، كليك يمين، شوز ايتم، الأداة دي ليه مش موجودة؟ قال لك مش معتاد استخدامها كتير، فلو عايز تجيبها ضيفها، هي موجودة جوه البرنامج بس مش حاطينها من الديفولت من الأساس، خلاص ضيفها، كليك يمين، شوز ايتم، كليك يمين تشوز ايتم. اول مره بتدوس كليك يمين تشوز ايتم بتقعد تاخد وقت كتير على فكره، يعني سيبها ايه على قد يا عم، انت راجل غني مش بتدغدغ، انت مدغدغ وشايف عامل ازاي. انا كان معايا سوني ميني باص ده سالم وشغال زي الفل والله العظيم. اهو هيك هتدوس كوم كومبوننت، هنا كوم كومبوننت، دور على شوك ويف فلاش في حرف الاس اهي، شايفينها اهي، واعمل حسابك لازم تكون مسطب الفلاش بلاير، مش عارف انا مسطبه ولا لا، ان شاء الله مسطبه. شوك ويف فلاش اهي، حلو، وتدوس اوكي، نزلت اهي. يبقى تاني عملت ايه؟ كليك يمين تشوز ايه؟ ايتم. شوف اتعرض بسرعه ازاي؟ بعد كده كوم كومبوننت، هتدور على اداه اسمها ايه؟ اسمها ايه يا مهند؟ شوك ويف فلاش، وتدوس اوكي، اهي نزلت، شدها واسحبها اهي، امسكها كده اهو، ونظبطها طول وعرض اهي، حلو كده. شوف طولها كام وعرضها كام دلوقتي، 672 في كام؟ في 105. تروح رايح لي هنا فايل تمبلت، اعمل اوبن الاول كده، مش عارف، تعالى فايل، مش مشكله، فايل تمبلت اهو، بانر اول واحد، نيكست، نيكست كام؟ 672 في 105، نيكست، يبقى يقول لك 672 عايز عرض 605 صح؟ بص هنا عايز عرض 86، عايز ارتفاع 86، خلاص نعمل دي ارتفاعها كام؟ 86، فاهمين الفكرة؟ اهي اهي ماشي. نيكست كمبيوتر شوب، نيكست
كاستمر داتا نيكست نيكست. اللوجو ده عايز تغيره ماشي. نيكست نيكست فينش اهي. بس ليه ماشي لا اهو. لا هي نفس الحجم، انا كبرت الصورة، كبرت الصورة يا شباب اهي. دي عايز تشيلها اهي اهي خالص اهي. عايز انسرت ايمج اهي، وهات لي صورة اي باب كمبيوتر. كنا حاطينها باين على الديسك توب، صورة توت عنخ امون اهو. تأثار ده رامي، عندك حد؟ خلي بالك الفيديو شغال. اهي طبعا ده مش شكل لوجو يعني، ده انا بحط ايه يعني، لازم تحط لوجو كمبيوتر حلو كده. بس بعد اذنكم محدش ضيع لي في الكلام ده وقت ينجز. لا لا هتدي ميزه حلوه، هيبقى شكله كويس. فايل امبورت او ايه، والله انا بقول هتدي شكل كويس، ده اللي يهمني. اهو عايزين بقى نحطها هنا بقى. كليك يمين بروبرتيز، هتلاقي هنا موفي او لود موفي. هنا هتكتب المسار بتاعك او دبل كليك كده اهو، تكتب اسمها شوك ويف فلاش. اسمها ايه؟ نشوف بس الاول اسم الاداه دي ايه. اي اكس شوك ويف فلاش اهي. دوت لود موفي هتعمل هنا واحد او زيرو، اي رقم ده اللاير بتاعك، وتحط المسار هنا اهو. المسار هنا، المسار ده عشان ما يتغيرش. هي فين؟ مش هي دي هنا؟ خدها قط، حطها جوه بين ديباج، ارميها هنا. لا عشان انا فاتحها. ده التصميم بتاعها اهو، موجوده جوه بين ديباج. بدل ما المسار يتغير اكتب ابلكيشن دوت ستارت اب باس بلس. هي موجوده جوه فولدر اسمه ايه؟ فلاش. تروح عامل كده اهو فلاش. اسمها ايه؟ مش هي اسمها دي اهي. هي دي. لا 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 في دي عادي، في السترنج لا. اعمل ران كده بسم الله ما شاء الله، ما اشتغلتش المسار غلط. يمكن دي. لا لا عادي مش كده يعني، انا عملتها كده اهو. هتيجي شوف بس الاول مسار هيدي عامل ازاي، وبعد كده نشوف. شايف العلامة العكس، ملاحظ؟ اهو ادى يا عم الغلط اهي. اعمل ران كده برضو برضو. هي بفقرة. نحط المسار ذات نفسه كده. كاستمر اف دي صفر. ياه صغيرة ليه كده؟ عايز
عايز اشوف بس لو كبرنا كده اللي هيحصل. شايفينها؟ ايه؟ من عارف انا اللي كبرتها. زاير كده. عايزة حجم معين. كبرت قوي. هذي ايش طلعت فوق شوي. ما تقعد تظبطها انت بقى من الاخر يعني. لا فوتوشوب مش هيعمل صور. هي دي هتتظبط. بيعمل الفلاش يا راجل. وبيعمل احلى من كده كمان. بس اللي ليه بقى وقت. لا اللي ليه وقت. اهي اهي يا شباب. ما طلعنا دي كده. اهي. ماشي. ما انت اللي تحتها ده انت ايه؟ هننزله شوية مش قصة يعني. اهو. الأول بس ايه؟ خدها قط. الفكرة كلها في العرض على فكرة. ها يا شباب؟ في الارتفاع مش العرض. اهي. مران. اهي. الجزء ده يعني؟ خلاص. ما انا اللي عملها اهي. هي فين؟ عايز اشوفها بس. هنا ممكن تطلعها فوق. طلعها كاملة فوق واعمله يبقى مو اب فوق فوقيه. هي بص اخرنا احنا هنا. هنا اهو. طلع الكلام اللي كنت بنعمله الكلام ده كله فوق واعمل مو اب يبقى فوق الخلفية. اهي. كده عايز تطلع فوق سنة برضو. بتقول ايه؟ أعمل الشغل ظبط الشغل. سلام. هنا بقى في اللي هي عليها. ليك يمين من فوق. صح بتفهم انت. اهي. تمام؟ بس الزراير بقى هي البانر اهو. الفكره كلها واحده. خلاص شوف هتدي منظر صدقني. الفكره كلها واحده. ولما الزراير تتظبط بقى اوري لك. اصبر بس. خلاص يبقى على فكره عرض الشاشه عرض الفلاش هو اللي يفرق. الارتفاع مش العرض. الارتفاع هو اللي يكبر ويصغر. خلاص وما فيهاش مشكله. بص انا مطلع بره الشاشه بره. ملاحظين؟ عادي جدا عادي جدا. تعالى بقى ايه الزراير عشان الزراير اللي هتدي شكل اكتر. نافيجيشن باتون. البانر اهو. نافيجيشن باتون. اوكي ادي عندك زراير. ده افضل زرار بصراحه اللي هو الشكل ده. في عندك اشكال اهو كتير اهو. ده احسن زرار. اد هقول له ده اد اضافه يعني نيو او نيو.
جرب كده عربي سجل جديد، مفيش لينك ولا تارجت. اوكي بص هو ده العيب بقى. سوسينك جلاند نيو ريكورد. اوكي نيكست. هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ بالطول ولا بالعرض؟ هوريزونتال زي ما هي. نيكست فينيش اهو. الكلمة اقف عليها كده اهوت يا استاذ رامي. عايزين نغير لون الكلمة. ايه؟ 2000 وكام يا عم؟ والله ما اعرف، انا لسه واخد من استاذة معالي اهو. معالي؟ ماشي. عايزين بقى بعد كده نبدأ نبرمجه بقى. هنا عايز تحط صوت اد ساوند، او عايز تحط اكشن. هنا هتكتب هنا اون كليك، دي اهم جزء. اون كليك سينتاكس ايرور. لا دي عشان تبرمج بس، عشان نبدأ نبرمجها. في الريليز دي او كليك بس اي نو ايرور فاوند، كليك كده خلاص، دوس اوكي اهي خلاص كده. سايف اكسبورت موفي نيو، بس كفايه نيو اهي. راحت فين؟ سيبناها فين؟ فايل اكسبورت موفي. انا دي الزراير فلاش اهي ارمينو بيست اهي. هاجي هنا دبل كليك. قبل ما دبل كليك هحذف ده خالص، بس خلي بالك ايه، كان في كود معانا هنا مش هو ده، خلينا بس ايه فاكرينه. احذف خالص ده وتروح منزل اداة ايه الشوك ويف بتاعتنا اللي بتشيل ايه، بتشيل فلاش اهي. وهنسميها نيو، نيو كلمة محجوزة بي تي ان نيو. واجي دبل كليك نفس الكود على فكره، بدل بقى كل ده كده المفروض بدل كل ده يشيل ده كده، تكتب ابلكيشن دوت ستارت اب باص تشتغل على ده المسار عشان ما يتغيرش. نجرب بس الاول اهي شغال اهي. ده ليه؟ عشان ما اقعدش اكتب في الاي والكلام ده، لا هي هيبقى ايه واخده المسار جاهز. عشان افرض المسار بتاعك اتغير هتضرب زي ما بيظهر على المواقع علامه اكس دي، لا يبقى كده احسن. بعد كده دي خدها كده كوبي بيست، بس اسمها ايه بي تي ان نيو اهي، واسمها نيو. شو كان اسمها نيو اللي احنا سيبناها اهي. نجرب تحت اهي، كبيرة شوية كبيرة وعايز تطلع فوق. كبيرة برضو. وكان عرضها كام؟ لا يا راجل الحجم بتاعها اساسا اللي هي دي، الحجم دي لا اهي شايفين الحجم ده. انا بعمل ايه
في اهو لو عايز اهو الخط اهو يا رامي، وعايز ايديت تكست، عايز تظبط الخط والكلام اهو. اهو ساوند اهي، مفيش صوت. اهي لا صوت اهو. عجبك انت دي يا رامي؟ طب ايوه. لا بص كده ما تعمل كده. ايه صوته ايه؟ ما انا هسيبه، انا قلت لك مش هسيبه، انا هقعد بقى فاضي، اقعد اغير انا بقى. نجرب تاني كده. صغيرة برضه. بتقول الشكل ايه؟ كبير قصدي. برضه ليه زهرة كبيرة أوي كده؟ لا ليه بالشكل؟ ممكن تلعب في الألوان. ايوه بس عايزين الحجم بقى. ليه مش عايز اعمل مظبطين؟ انا عايزه تصغر مش عايزه تكبر، عشان هي كده. بص عامله ازاي، شوف. بص الزرار كبير قوي. او شوف هنا الحجم بتاعه انت حدد له كام. حتى لو عملناه كده برضه بيظبط بالشكل. بص حددت هنا الحجم بتاعه، العيب باين في الحجم الاساسي اللي هو ده. طب ما انا مصغره اهو، بروبرتيز اهو 90 في 82. خليها 40. طيب ماشي في 20. بص قد ايه ده حجم الفريم، هو الصورة بقى هي اللي عايز تظهر شكلها. الصورة دي شايفين دي؟ لو جربناها كده برضو كبيرة. ايه هي؟ مش تفرق، اديك عرفت الفكرة. هو بقى ايه اهو ده اد نيوركت. اوكي نيكست. ده زرار برضو. اوكي نيكست فيرتيكال، نيكست فينيش. لا هنكمل لسه، هقول لك بقى.
كم نبرمج؟ ايه نبرمج؟ الزرار ده حجمه حلو صح؟ ولا كبير؟ نشتغل على دول، نعمل ازاي على دول؟ ما انت تقوله بس. نعمل بقى كل الزرار على الشكل ده ولا الشكل اللي احنا قلنا ده؟ ده كبير، بقى اظبط شكله، نظبط حجمه. هو انت ده جرف في حجمه بقى. احنا عايزين حاجة نشتغل بقى عليها دلوقتي. ده شغال اهو، اهو نيو ريكورد، اوكي نيكست، فيرتيكال يعني عمودي صح ولا هوريزونتال؟ لا عمودي. هوريزونتال يعني ايه؟ كده يعني؟ ايه؟ اهو ده كويس ماشي. موفي بروبرتيز، كليك يمين ونختار اكشن. ده ما فيهوش اكشن، اكشن اهيت. نقف هنا ونقول ايه؟ كليك بس. نو ايرور فاوند، دوس على دي نو ايرور فاوند. انا ممكن تساعدك هي ايه تدور اهو. لود موفي اون، لود اون ماوس داون، اون كي اب، اون انتر، اون بريس. ما انت الضغط عليه ممكن تختار اون بريس، ممكن تقول اون ماوس كليك عشان ما تيجي نبرمج فيه. اهم حته دي يا شباب عشان تقدر تبرمج الزرار. اون لود اهي، اون ماوس داون، ماوس اب، اون بريس يعني عند الضغط اهي، او اون ريليز برضو اهي، خليها اون بريس. انت يا ياسر ركز، دي اهم خطوه، ركز معايا. مش تم انت بعد ما بتخلصه كليك يمين عليه واكشن، وتروح مختار الحدث اللي هتدوس عليه اون بريس اهي، وتروح دايس ايه، تروح دايس اوكي. شيل دي خالص، امبرس اهي، نفتح قوس كده سيميكولو، نو ايرور فاوند، اوكي. فايل اكسبورت، نيو سيف. اعتقد ده حجمه حلو تمام. اهو ايه؟ لا احنا هنظبطها بقى، نطلعها فوق شويه. يعني بص العيب بقى في الحته دي بصراحه، هو ده انا ما بحبش. بص يعني بص انا حاطه فين؟ هو ظاهر فين؟ ان شاء الله بقى تقعد تحطه هنا بقى عشان يظهر. بص حاجه تخنق بصراحه. انا عارف، انا هناخده بست، ناخده كوبي. في الحالة دي هيظهر. بص وده اخر الفورمة ماشي، سيبها كده. هو راح فين بقى التاني عشان نخلي كله قصاده؟ اهي هو تحتيه صح؟ اهو كله بقى ايه، يتحط نفس القصاد كده نفس الصف. كوبي بيست، حتى حجمه ايه مش عايز يظهر. ماشي كوبي بيست ونصغر. اهو ده تسميه سيف. سيف
مسمين هنا سيف بي تي ان سيف اهو، دبل كليك عليه تعمل واحد تاني فايل نيو فروم تمبلت نافيجيشن، اخترنا ده اد سيف اوكي نيكست نيكست فينيش كليك يمين اكشن كروم اختار كاستوم وهنا اون بريست او اون ريليز ايا كان اهو اكشن كاستوم الليست دي وتختار هنا اون ريليز افتح قوس واقفله سيميكولون اوكي فايل اكسبورت وتروح مختار من كاتب هنا سيف نيو تيجي هنا كليكتين في النص نفس الكود ده كوبي بيست وهنا اسمها ايه سميناها سيف الفلاشة والزرار اسمه بي تي ان سيف نجرب حاول بقى انت تظبط ايه الاشكال اهي ده جنب ده انا نزلت التعليق ده برنامج التعليق كله عربي وكل ده داعم العربية داعم مش عربي كله بقى ده مين ده ماشي ماشي الزرير هون هو مش اللي احنا هنعمله النهارده هيتطبع على كل الشاشات اه اه برمجة انت مش قلت امبارح خلاص كل الشاشات ما تجننيش بقى هي اصل احنا كده الشاشات كلها هتطبع بنفس الطريقه تمام انت هتشرح دي مره واثنين وثلاثه اربعه عوز بس خلص ديت لا ما انا مش هعمل كله كده يا حبيبي يبقى بتحلم وانا هي مره بس ولا اتنين كده شاشه واحده عم اقعد بقى اقعد اصلح كده ف 14 شاشه لا مش هيك 14 شاشه مش هيك من الكلام ده انا بتكلم على الفلاشات دي لا انا بنتكلم في برمجه كلها واحده هي عايز تنزل شويه الاكواد بتعمل اكواد ايه كل واحد تقريبا يا راجل انا شايف كده البرمجة فلاشة واحدة بس الشاشات دي مش نفس المادة غير بقى لو في فواتير بقى دي حاجة تانية طب سيبنا نخلص بقى الشاشة دي عشان نخلص منها ونبدأ نبرمجها نازلة تحت قوي كده صح؟ وكده كده الرسالة تظهر هنا في النص انا عارف ان ماشي ايه انا بصغرها انت بقى انا فاضيلك اقعد اصغر بعمل لك ايه عن كده يعني اه بالظبط امال هتعمل ايه والله المهم يطلع حاجه كويسه ده اللي يهمنا تين ابديت هو اللي عملت الزرار الفكره ان هو ايه اللمعه ديت ده اللي انت عايز يعني يكون فيه لمعه التاثير ده اه ممكن اعمله تعملوا اللي انتوا عايزينه ويكون مساحه اقل انا بجيب برنامج هو مش موقع ايوه مش عايز ضيع في وقت شفتوا ليه؟ اهم نقطة برضو كليك يمين اكشن كاستوم وتروح قايل اون ريليست اهي وافتح قوس واقفله وسيميكولون فايل اكسبورت وتروح كاتب هنا سيف سوري ابديت او اديت اللي انت عايزينه وتيجي هنا هنسميها بي تي ان كنا مسمينها اديت ده بيكليك في وسط الشاشة نفس الكود كوبي بس انا سميتها هنا edit وهنا btn edit جرب اهو بس ايه
بعد حته ايديت شوي. هاي جيت بعد شوي. يا الزرير عايز تصغر بس. ايه؟ يمكن عشان 32 و 64 ولا ايه؟ ايه؟ ال 64 بيعمل بس يا دكتورة. خلاص؟ بعد كده الزرير تاني. هو أكتر حاجة حد ما يعرفش يعني يتوقع ايه اللي بص بص الموجودة فين؟ وبص الزهرة فين؟ تفتكر ايه يعني ايه السبب مش عارف؟ في الأبعاد كلها. أنا تقريبا يعني والله كده في الأسئلة بتاعت الشاشة ديت صغيرة؟ ليها أبعاد ليها أبعاد تمام فهي على أساسها لا يعني أنا حاطط بص الأدوات أهي ما هو ده اللي ضايق يعني انا لو عملتهم كده وعملت ران بصوا موجود فين بصوا هيظهروا فين في حاجه في الخصائص هنا قال له فول سكرين لا فولس ممكن ليه مساحه معينه بص اتفضل يا عم بس هو ده الحجم اللي احنا عايزينه مش مشكلة احنا لو طلعناها كده بص هنا بس هيجوا فين؟ لا هيجوا يعني مش بالظبط قوي بس انا بعد ما اخلص كله بصراحة اهو لو نزلناهم كده اهو اهو برضه عايزين ننزلوا سنة بسيطة مش قصة يعني ده سيف وده ايديت وده ابديت واحد سيف وابديت نايس سي ديليت وسيرش طب ونبدا ديليت تحط فين ده هنا بقى لا هيبقى شكله وحش تعرف يتحط فين؟ انا بص ده فين هنا اهو. لا ازاي عادي وحش طبعا. وحش. عادي نافيجيشن نو نيكست اد ديليت اوكي نيكست هي مش واخده وقت خالص يعني مش قصه. كليك يمين اكشن اهم حاجه كاستوم اون ريليز افتح قوس وفيرس يمكن اوكي فايل اكسبورت ديليت بالمره نعمل سيرش نافيجيشن اد فايند اوكي نيكست نيكست فينيش كليك يمين اكشن كاستوم اون دوس على السهم بتاع عشان يظهر لك القايمه بريس او ريليز اللي عجبك افتح قوس اهم حاجه وقفله سيمو كون دوس على علامه الصح دي نو ايرور فاوند اوكي فايل اكسبورت فايل سيف ده بتاع مين؟ الديليت كليكتين خد ده كوبي بيست الفلاشة اسمها ديليت والزرار اللي هيتحط عليه اسمه دي تي ان ديليت اعمل ران تيجي شوية
هم فين؟ مش هم دول؟ لو اتخينا ده شوية واتخينا ده شوية واتخينا ده شوية، السيف عايز يتاخر شوية اهو. سنة بسيطة كمان. بتقول ايه؟ بتقول ايه يا زفت؟ لا يا راجل. يا اخي الله يعينك. لا انا اقول لك الخميس هعمل لك في حل. ديليت عايز يتاخر وسيف عايز يتاخر. سيف عايز اتنين يتاخر شوية بقى. كده يعني صغرت ديليت اهو، هما ثابتين بحجم واحد. لا كده شغال اهي. سيف برضه عايز تاخد شويه. ماشي لما سيرش بقى ممكن نحط تحت هنا وجنبيه اكزيت وخلاص، يا اما سيرش هنعمل خانه اهو، خانه البحث. عارفين زي علامه العدسه دي تتحط جنبها، يعني لو جبنا هنا صوره حتى مش شرط فلاش، دي فكره حتى احسن اهي. فاين ونحطها في الصور. تعمل ايه يا ياسر؟ خليك معايا بس. مثلا دي عندك كذا حاجة، دي هي دي أحسن حاجة، هي الوحيدة دايما المعتاد استخدامها دي. أهي بس تحمل، كليك يمين، حفظ، ماي كمبيوتر، نحطها في بروجكت، بروبرتيز، اد اكزيست فايل، الصورة، كورس اهي اسمها ايمج اهي، عايز تخليها فايند. ماشي بص بقى تحط ازاي. تحط الصورة هنا بكتشر بوكس، شوز ايمج، فاين داي ستريتش. اي دي للسيرش، شايفينها دي؟ لو داس عليها يطلع له ايه؟ بس كفايه. حلوه كده، نصغرها لتحت الجزء ده عشان لو عملناها صور بقى هتسهل علينا ده كله. ايوه لو اتعملت صور فعلا. انا عادي بس مش هيبقى عليه تأثير. ما اعتقد هتبقى احلى، هتبقى اخف كمان مش هتحس. يا عم انت مالك وانت موقع مالكش دعوه بالمساحه. ازاي انت مش قلت الداتا بيز كل ما تكبر؟ هو دلوقتي احنا بنتعامل مع داتا بيز وبنتعامل مع فايلات. طب ما هي كده كده ده في البروجرام نفسه. البروجرام هيبقى تقيل. لا ملوش دعوه بالفايلات خالص. حط بس بتاع كده وخلاص. ملوش دعوه بالفايلات خالص يا بيه. شايف.
انا شايف انت لو عملته دي هتبقى كويسه على الاقل تجديد. كل واحد يعملها. صغر الشاشه من تحت. انت عارف لو شكل الزرار صغير شويه يبقى احسن بكتير. لو لقينا برنامج انضف نشوف، بس هو يعني على العموم هتبقى سيبك من ده، شغال البرنامج. يلا يا بيه يلا، هتبقى شكل الشات بقى افضل، هو ده اللي بتكلم فيه. يعني في واحد كان عامل جافا الاسبوع السنه اللي فاتت، شكل الشات روعه. ايه ده؟ اشمعنى؟ سوسينك برضو؟ هتلاقي 32 خلاص؟ خلاص؟ يلا بقى يا يلا يا جماعه الكود بقى اللي هنا بقى اهم. يلا ايه؟ احسن ركز معايا بقى عشان انت عمال تضيع وقت. الكود بقى اللي هنحطه اللي احنا كنا عاملينه في ده اهو، فاكرين الكود اللي كان بيأكتف وما بيأكتفش اللي هو الزراير ونيبل وديسيبل اهو. هنكتب جواه بقى الزرار، نكتب بقى الكود بتاعه جوه الكود اهو. لا ان بي تي ان ايه ده ايه؟ ناخد كل ده قط هنا، خش في الحدث مش انتر، فين اون بريزد او اون ريليزد او ناويس او اف اس سي كوماند ده او اوتو بيست. شوف كده مفتحش. عشان فلاش على فكره، حتى لو حطيت عندك جبت سويتش مش هيبرمج، او حتى خد اس دبليو اف من حسابك. يعني اقول لك تعمل ايه؟ حتى يا جماعه حتى لو جبت فلاش، شايف التكست ده هو فين اهو؟ هتحطه عليه وبرمج على التكست. بس اياك ما يخفوهوش بقى، اياك ما يخفوهوش اهم حاجه. ممكن تخليه ليبل عشان ما يخفوهوش، عشان احنا لو حطينا ده كده وعليه كده ليبل اعمله مسافه وامسح كده اهو. هو عارف مسافات اللي برو. اعمل مسافة فيه عشان يكبر شوية. شوف فتح صح؟ العكس. ملاحظين؟ يلا ركز معايا. كتب حروف ولا لا؟ لا. خلاص فتحها اهو. تحط ليبل عليه. وتبدأ تبرمج عادي. ليبل عليه وتبرمج عليه. ايه؟ في كود هبجيبه لكم خليك تبرمج دي. كود ثابت. خليك تبرمج دي من غير ما تجيب. بنعمل حاجة اسمها ايه؟ فاكالتي كوماند. يتوافق مع مين؟ مع ال اس دبليو في الفلاش. سهل جدا، الكود هيبقى ثابت. اقول لك دبل كليك في الحتة دي. شوف. ايه؟ لا لا ده عندي انا في البيت. كود ثابت. غيبه من زمان. خلاص انا ملاحظ كده، لو شكل الشبكه كده يبقى افضل بكتير. والله براحتكم بقى، هو اللي هتتعبوا فيها الزراير. البانر بيتعمل في لحظه، اللي هتتعبوا فيها تنسيقات الزراير بس، هي دي المشكله. الزراير لو اصغر من كده بشويه هتبقى اكبر، هتبقى احسن. هنعمل الزراير الزراير بتعمل في فورمه واحده خلاص، في كله على بال فورمه. لو حضرتك بقى تظبط حجمها اصغر من كده سنه هتبقى شكلها اشيك، وخلي كل الزاوية بشكل واحد. صراحة بقيت عمالين شغالين شغالين
وقف ده بقى.